مرحبا بكم. اليوم سنتحدث عن أمر مثير للدهشة، الزراعة عند النمل. تخيلوا معي، لقد كشف العلماء أن النمل يمارس الزراعة منذ أكثر من 60 مليون سنة، أي قبل ظهور البشر بكثير. نشرت هذه الدراسة الرائدة في مجلة ساينس المرموقة، حيث توضح كيف يقوم هذا النوع من النمل بزراعة الفطريات كمصدر غذائي أساسي. يقوم النمل المزارع بخلق بيئات مثالية لنمو الفطريات، ويوفر لها التغذية والرعاية، مما يدل على نظام زراعي متطور للغاية. ومن خلال استخدام البيانات الجينية لمئات الأنواع من الفطريات والنمل، تمكن الباحثون من بناء أشجار تطورية مفصلة. توضح هذه الأشجار التاريخ الطويل والتطور التدريجي لممارسات زراعة النمل. ومن المثير للاهتمام أن الأمر استغرق النمل حوالي 40 مليون سنة لتحسين أساليب الزراعة الخاصة به إلى المستوى المتقدم الذي نلاحظه اليوم. لا يسلط هذا الاكتشاف الضوء على القدرات المذهلة للنمل فحسب، بل يقدم أيضاً رؤى جديدة حول تعقيد علم الأحياء التطوري. لذا في المرة القادمة التي ترى فيها نملة، تذكر أنك تنظر إلى أحد أقل مزارعين في العالم. أليس هذا أمراً رائعاً؟